السلام عليكم. اليوم حابب اشرح لكم حاجه واحده بسيطه. طبعا ما شاء الله رمضان جاي السنه دي في الصيف، وكم سنه جايه والصيف عندنا ما شاء الله يعني جو رائع ورومانسي وشاعري ما حقيكم. كيف الواحد يخش على السياره؟ دائما في اشياء جدا بسيطه وبديهيه بس يمكن الناس ما ينتبهوا لها، بس يعني احنا من باب التفكير ايش اللي ممكن يسوي السياره. طبعا الواحد يجي يمسك السياره مثلا بيفتح، انا حظي كويس انه السياره مثلا بتفتح اوتوماتيك، لكن بيفتح الباب اول حاجه حاول تدي فرصه السياره انه الهواء الحار يطلع منها. فيزياء بسيطه، الهواء الحار خفيف بيطلع لفوق، الهواء البارد ثقيل بينزل لتحت. فاول شيء نفك الباب مثلا، خلينا نحاول كذا نفك الشبابيك. الان السياره تهوت معنا خلاص، الان الحراره من جوا السياره نزلت، جو برا مثلا 45، جوا السيارة بيكون من 70 ل 90 درجة مئوية. أحيانا لو الحرارة برا فوق ال 55 60 ممكن توصل الحرارة 120، اعتمادا على كمية القزاز اللي في السيارة، لأن هذا يسموه جرين افكت اللي هو بيركز الحرارة جوا السيارة. هعمل لكم فيديو ثاني على أنواع التضليل اللي ممكن يركبوا على السيارة، فهذا حخليه منفصل إن شاء الله جايكم في خلال كم يوم، وعلى كيف تبريد الماكينة كمان بشكل إضافي، وهذا حجيب فيديو ثاني منفصل. الآن بنتكلم أنا ما عندي فلوس أركب تضليل، ماني فاضي او شيء زي كذا، ايش ابسط حاجه عشان ما تشوي جوا السياره؟ الان اتفتح السياره بالشكل ده. الان نشغل السياره. طبعا في حاجه جدا حلوه كمان ممكن نسويها، اللي عنده فتحه في السقف تعمل كذا. هذا البنت، طيب الان اللي سويته اللي هويت السقف بالكامل. انا التضليل عندي دائما طبعا ماشي بالنظام حسب انواع المسموح من المرور في درجه الشفافيه، لكن السقف الوحيد اللي اعمله مرايه، واعمله مرايه طبقتين عشان انعكاس اشعه الشمس تركز في السقف دائما. الهواء الحار اول شيء يسخن في السياره السقف، ودائما الهواء الحار بيكون طالع لفوق، والاجهزه اللي هي يعني السياره فيها دخاخين من البلاستيك ومن الاسلاك وشيء احنا ما نشمها خطر على صحتنا بالشكل ده، بنديها فرصه انها تطلع من السياره. الان لو واقف السيارة ما عندي موقف مضلل، واقف السيارة دائما في الشمس، ايش اسوي؟ افضل حاجة نخلي فتحة السقف بالشكل هذا، اللي هي لو تقرب شوية لو سمحت، مايلة بالشكل ده. هذا بيخلي الهواء الحار دائما يطلع لبرا. وحاجة اضافية بسيطة اوريكم هي الان. السيارة عشان كمان يصير التصوير اصلا. لازم تكون جوا السيارة عشان تصوير. الشاهد عشان بس يصير التصوير اسهل، السقف باين السقف معك من فوق. طيب الان اسهل طريقه عشان دائما اخلي السياره الى حد ما الحراره على ال 40 45 جوا السياره، اعمل سيركليشن تيار هواء، نخلي فتحه السقف دي كذا شويه، وبعدين رد الفتحه، يعني رد السقف ثلاث ارباعه، الغطاء الداخلي رد ثلاث ارباعه وخلي الشباك مفتوح. بعدين تعال على الشباك الامامي مثلا اللي يا ده امسكها على شكل اكس، يا هذا الشباك هناك، يا اللي قدام اليمين واللي ورا هنا على شكل اكس، يا ده في ده يا ده في ده. كل اللي تسويه حاجه بسيطه، مثال بسيط. اذا تحب تروح تشوف ايش كان مثلا هناك، كل اللي سويناه هنا نسمنا الشباك شويه، والشباك الثاني نسمناه هناك كمان. اللي يصير الان بين الشباك ده والشباك هذاك، اذا ما عندك فتحه في السقف، الهواء الحار بيبرم شويه بيطلع، بيخش من ناحيه بيطلع ناحيه ثانيه، واذا عندك فتحه في السقف بالشكل ده. طبعا في ناس يقول لك يا اخي السياره حتتغبر، ما كنت عارف انه جوا، ما كنت عارف انه والله جوانا ما شاء الله يعني صح شو اسمه صحاري خضراء وخضار في كل مكان وامطار في كل مكان، جوانا صحراوي ده طبيعي، السياره حتتغبر شويه تنظيف. بس الفكرة كلها ما تشم غازات سامة، ما صدرك يتعب، ما تخش جوا السيارة تحس نفسك وشك بتشوي. بحاجة بسيطة جدا نزل درجة حرارة السيارة من جوا من 90
من 70 من 120 لغاية 45 40 اعتمادا على منتهى البساطة. كل السيارة لما تيجي تخرج السيارة خلاص الآن تفك السيارة إذا هي أوريدي أبرد تمد يدك لجوا تشغل السيارة تشغل تفك الشبابيك تنزلها هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة تشغل المكيف وأنت من برا تشغل المكيف خلاص السيارة ابتدت تبرد. هذا أسهل طريقة تبريد السيارة. طبعا عندك تطليل كمان يساعد أكثر. فإن شاء الله حيجيكم فيديو ثاني على تطليل السيارة وفيديو ثالث على على عملية تبريد الماكينة بشكل أفضل من بردات الزيوت. هذا شكرا لكم وأتمنى أن هذه المعلومات البسيطة تكون نفعتكم ولا تنسونا من دعاكم وجزاكم الله ألف خير.